اهلا صباح الخير. صباح الخير. اهلا يا اهلا. مساء الخير عليكم. مساء الخير. ازيك عامله ايه؟ طبعا سامع الخناقه اللي كنا متخانقها من شويه. شو قررت، الكرويه ولا المسطحه؟ والله حسب ما تقرروا. حسب ما تقرروا. انا معاكم، المهم مش عايزه اتخانق. طبعا احنا بنتشرف بيكي ميره ومنورتينا، وحابين نحكي معاكي عن موضوع كنا بنتكلم فيه انا ودعاء دلوقتي، وهو التحديات اللي بتواجه الاعلام التقليدي. بطلنا نشوف دلوقتي ناس بتهتم زي الاول وبتجري وبتسعى ان هي تحصل على الجريده الصباحيه الورقيه، بقى في دلوقتي التليفون الصغير ده بقدر ان انا ادخل اقرا عليه الجريده كامله من غير ما اتعب نفسي وانزل اجيبها. ايه رايك ومن وجهه نظر كمان التحديات الثانيه اللي بتواجه الاعلام التقليدي؟ بصي، هو انا في رايي انه هو طبعا التحدي موجود، لكن انا في رايي ان هو مش تحدي اكتر ما انه هو تطور وتماشي للعصر والتكنولوجيا اللي احنا فيها. زي مثلا ما كنا بادئين زمان بان احنا لما بنحب نسخن الاكل كمثال بنسخنه على البوتاجاز، دلوقتي اصبحنا في مايكرويف والدنيا بقت احدث. فالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي كمان اصبح التطور متعايش من ضمن اللي احنا وصلنا له حاليا. فلكن ده ما بينفيش ابدا دور الاعلام التقليدي وان هو مازال موجود. خليني اعرف لك الاول ايه هو الاعلام التقليدي. الاعلام التقليدي هو طبعا الصحف الورقيه، هو المجلات، هو التلفزيون والراديو والاذاعه. اما الاعلام الرقمي او بما يسمى الاعلام البديل هو وسائل التواصل الاجتماعي بكل انواعها. فالإعلام التقليدي أنا أقدر أقول دلوقتي إن هم بيخدموا الاثنين بعض، يعني ده بيخدم على ده والعكس صحيح. فلو مشينا في طريق إن هم الاثنين بيتعاونوا أو بيتكاتفوا عشان نطلع في الآخر إنه لأكتر إيمج تكون كويسة، هيبقى أحسن من نقول تحدي. ليه؟ لو جينا بصينا لأصل الموضوع هنلاقي إن الإعلام الوسائل التواصل الاجتماعي السورس أو المصدر اللي بيجي عليها بيكون منين؟ من التلفزيون. يعني مثلا الفيديوز اللي بتتعرض على وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك بتبقى تعليق على حاجة في الأساس اتعرضت على التلفزيون، والناس بتاخد منها مقاطع وبتبدأ كل واحد يقول رأيه. صحيح. نفس الكلام لو هتعرضي حاجة شعرية مثلا، أو هو تكتبي كلام شعر، بيجي منين؟ بيجي من الأساس من كتب شعر. صحيح. فده بيخدم ده والعكس صحيح. نرجع نقول ان الاعلام الرقمي اصبح دلوقتي الاعلام التقليدي بيستعين بيه في حته انه بتلاقي ساعات في بعض البروجرام اللي على التلفزيون يقول لك انه الفنانه الفلانيه طلعت على وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتها اعلنت عن انفصالها عن فلان، او اعلنت عن حاجه في حياتها الفنيه. فاصبح الاثنين بيتماشوا وبيتواصلوا مع بعض. ده مش بينفي طبعا التحدي الموجود، وبينفي ان الاعلام الرقمي هو بما يسمى التكنولوجيا الصاروخيه، يعني طالع بسرعه. صحيح. الصاروخ، لانه هو ده دلوقتي هو بيلعب على كذا منطقه مهمين في حياتنا. اول حاجه منطقه الوقت. نمط حياتنا دلوقتي اصبح سريع زياده عن اللزوم، فاصبحنا محتاجين حاجه تبقى في ايدنا طول الوقت، مش قادرين نقعد قدام التلفزيون طول الوقت. ما بقاش في سيستم اليوم القديم اللي هو اجيب الكوفي واجيب المجله واقعد اقرا، فده بقى صعب شويه. فدي حاجه من الحاجات اللي بيلعب عليها الاعلام الرقمي. كمان الاعلام الرقمي بيعمل حاجه يعني تصنف ميزه كبيره عن الاعلام التقليدي، ان هو بيحطك في موقع المتلقي والمرسل. صحيح. بتواجد عنصر الفعاليه والتفاعليه مع الناشر او مع تمام. الكاتب او مع الاعلامي او الصحفي. كل الكلام وكل الحكي جميل جدا تمام. بس خلينا نحكي، كل ما بني على صح فهو صح، يعني كل ما تاسس صح اكيد الناتج راح يكون صح. قبل كنا نشوف القنوات التلفزيونيه، بما انه نحن على التلفزيون بدنا نحكي عن القنوات التلفزيونيه، كنا نلاقي انه والله في معايير وشروط كثير يعني حاطين تحتيها خطوط حمراء، ككواليتي الفيديوهات المعروضه اولا. صح. كالمحتوى المقدم او الرساله او المضمون. اليوم نحن بالسوشيال ميديا او بالاعلام الرقمي لقينا للاسف انه بعض المؤسسات الاعلاميه تخلت عن هاي المعايير، اي بمعنى كن انت الصحفي، يعني الناس العاديين بيبعثوا لنا فيديوهات ونحن بنعرضها على التلفزيون.
والكاميرا بتهز. قبل كان هذا شيء كبير غلط انه تعرض على شاشه فيديو بهز وهيك بس، لكن لسخونه الخبر مثلا او السبق الصحفي صار في الامر عادي. عشان كده طيب. لسه بقول انه الاعلام الرقمي حطك في موقف المرسل ومش بس المتلقي، يعني انت تقدر تطلع الخبر من عندك، تقدر انت تعمل السبق الصحفي ده ان انت شفت خبر جديد فتعمله قبل ما تنزله مجال، لكن بيظل في نقطة انه المصداقية بتاعت الخبر. صحيح. يعني انت لما بتشوف خبر على السوشيال ميديا او بتشوف عنوان رئيسي بيبقى عندك شك او يعني نسبة من الشك انه في مفيش فيه مصداقية، فبترجع للاصل بتاع الموضوع تشوف السورس ده جاي منين، هل هو جاي من جريدة ليها اسم معروفة فالخبر بيبقى كده بالنسبة لك هو صحيح، ولا هو جاي خلاص من انه حد عمل خبر كده وحب يشيره وخلص الموضوع على كده وتشير في شير في شير فوصل لك الخبر. عشان كده بقول لك انه في الاصل بيبقى الاعلام التقليدي هو الاساس برضو، لانه كمان بيجمعنا كل، يعني عايزه اقول لك ايه، في مواقف ما بيعرفش الاعلام الرقمي يحتل فيها مكان الاعلام التقليدي. مثلا عندك في شهر رمضان احنا كتير من عائلاتنا بتنتظر المسلسلات وبيتلموا كجو اسري قدام التلفزيون ان انا اشوف الحاجه دي. صحيح. كمان التلفزيون هو بيقيس مقياس نجاح اللي بيتعرض عليه من نسبه المشاهدات اللي بتحصل على وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. فهم انا في رايي الاثنين بيساندوا بعض بالرغم من انه في حد فيهم طالع قوي، بس استيل الاولاني برضو واخد حجمه وليه يعني اساسه. تماما، مثل الجريده يعني صح، بطل يمكن في خلينا نقول الصحيفه الورقيه منتشره بكثره، لكن احنا بعدنا عم نقراها من نفس بنفس المصداقيه. صح. بنفس المعلومات بنفس كل شيء عم توصلنا لكن بطريقه مختلفه خلينا نقول. لكن انا بشوف كمان انه خلينا نقول التكنولوجيا وعصر السوشيال ميديا ساعد بزيادة المصداقية شوي أكثر من الإعلام التقليدي. خلينا نقول هلأ لما صار فينا نشوف الفيديو حصري ومباشر على صفحة مثلا عميد نيوز مثلا أو شيء مثل هيك ومصور بهاتف ذكي مثلا، هذا بيبين لنا قد إيه إنه هو مثلا شيء حقيقي غير مفبرك عفوي صاير، ممكن بتكون مصداقيته أكبر شوي. شو رأيك بهذا الموضوع من ناحية المصداقية؟ هو طبعا المصداقيه لما هنيجي نتكلم فيها هتتكلمي على الفيديوهات بس اللي انت او القطاع ده بس من الفيديوهات اللي هي بالاخص بتستهدف حته انه فضيحه حاجه معينه حصلت او حقيقه حاجه معينه حصلت وبيطلعوها، لكن كل اللي موجودين على السوشيال ميديا هم مش مهنيين مش محترفين. فهو انا بنزل فيديو بهدف ان انا مثلا اجيب فيو، سواء كان الفيديو ده فعلا حقيقي ولا هو اتعمل كمشهد تمثيلي عشان انا اخده كمان ونزله. صحيح. فبتظل المصداقية فيها شوية ما انتش قادرة تحددي برضو ما بين وبين، يعني ما بين وبين برضو، غير لما تاخدي الموضوع ده من سورس اساسي خلاص انت بيبقى عندك انه ده او لا ده اتعرض في كذا او ده اتعرض في الجريدة الفلانية. لكن طبعا ما ينفيش ان السوشيال ميديا ليها حجم كبير جدا. طيب ميرا، انا كتبت كم ملحوظه كده وانت بتتكلمي عايزه اناقش فيهم. اول ملحوظه مسلسلات رمضان، قلت ان الناس دايما بتتجمع على التلفزيون او تجمع عشان تشوف التلفزيون مع بعض، وهنا ما نقدرش نتجاهل الاعلام او التلفزيون اللي هي الوسيله التقليديه. صح. ولكن ناس كتير جدا بتستنى اصلا رمضان كامل يخلص عشان تشوف المسلسل على الانترنت بدون اعلانات، بدون ان هي تبقى قاعده مثلا مش شايفه كويس، انا عايزه اتفرج على مسلسل على قناه اكس، هي عايزه اتفرج على قناه زد. فبعتقد انه دلوقتي السوشيال ميديا ريحتني، او مثلا المواقع اللي بتنزل، حتى كل قناه عندها موقع، يعني بتشوفي مثلا قناه اكس هتلاقي في موقع واصل بيها بتنزل كل المسلسلات. دي اول نقطه. تاني نقطه، خليني ارد على اول نقطه عشان ما انساش. اتفضل. هي ريحتك بس حطيتك في عالم افتراضي. يعني انت في الاخر بتتواصلي او بتشوفي، انت لو قاعده بتشوفي على الموبايل بتاعك حاجه من اتوزد مش عارفه تناقشي حد في انه ايه رايك في ده، طب تتوقع ايه اللي هيحصل بعد كده. طب حته السنس والاثاره دي اللي بتبقى موجوده في بيوتنا كلنا لما تبقي انا وانت مجتمعين على العائليه. بالظبط. مجتمعين على انه مثلا البروجرام ده حلو فهتفرج عليه او المسلسل ده حلو فهتابعه، فبيبقى في مثلا لدرجه انه في بعض العائلات تقول
لك طب انا اراهن انه ده هيحصل، وهي تقول لها لا هيحصل عكس ده. لا كده خناقات ما بقتش فده موجود. لكن طبعا هو بيريح الافراد اللي هم بيحبوا يعيشوا في العالم الافتراضي ده مع نفسهم. يعني هم انا في مجموعه ناس بتحب لا استنى الدوشه دي لما تخلص وانا مع نفسي اتفرج على المسلسل من ايدو زد، ده هيريحني اكتر. ففي ده كمان على حسب على فكره الفئه العمريه. طيب اكمل لك بقيه البوينت سريعا. فيديوهات كمان اللي بتفتقدها الصحافه، مستحيل تكون الصحيفه الورقيه فيها فيديو، فالناس بتلجا الى السوشيال ميديا عشان خاطر موثق بالفيديو اكتر. الراديو يمكن هو الشيء الوحيد اللي انا اتفق معاكي فيه انه مازال متمسك بصلابته، انه الناس فعلا في الطريق، لانه الراديو موجود معانا. صح. كمان اتكلمتي عن مسؤوليه الخبر، مسؤوليه الخبر لو بتعود على جهه رسميه فهي بتتحمل مسؤوليه، اما لو على فرد نفسه عادي ممكن يقول ان انا غلط. اما السؤال بقى هنا عمليه التسويق، معظم دلوقتي المعلنين او الناس اصحاب الشركات بيلجأوا الى السوشيال ميديا، افتقد التلفزيون والراديو الى حد ما مش كبير موضوع التسويق. صح. ما عادش حد دلوقتي بيقول لا والله ده انا اروح اعرض في القناه الفلانيه او التلفزيون الفلاني. لا صح، السوشيال ميديا دلوقتي اخذت حجم كبير جدا في التسويق، لدرجه انه الناس حتى اللي ليها بيزنس او شغل خاص اول حاجه بتعملها ان هي بتعمل لنفسها صفحات على السوشيال ميديا. ونفس الاتجاه ده بدات تتجه له الصحف الورقيه، يعني بداوا يعملوا لنفسهم ويب سايت على السوشيال ميديا عشان ياخدوا حجم في الموضوع، لان في دراسات حديثه بتقول انه مثلا في خلال 40 سنه هتتلاشى الصحف الورقيه، لكن في دراسات تانية بتقول انه لا الصحف الورقيه بدات تدخل او تحفر لنفسها مجال في السوشيال ميديا. طبعا الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي هي وسيله تعتبر شويه انجح من الاعلام التقليدي في التسويق للشغل، لانه هو بيحطك وسط مجتمع حقيقي. انت لما بتمسكي جريده وبتقريها بتقريها وانت بتتناقشي مع نفسك انت، لكن انت لما بتعرضي لشغلك على السوشيال ميديا في ناس بتخش تقول لك ده كويس لا ده وحش، الناس دي ممكن تكون ناس انت ما تعرفيهاش فبتديكي راي حقيقي، وممكن تكون حد من اقاربك فعلا، فبتحطك وسط ناس موجودين بالفعل حوالين منك، وده بيدي تفاعل انه في جذب، في حاجه رايحه وفي حاجه جايه. طبعا بتظل وسائل التواصل الاجتماعي هي انجح في مواقع التسويق وفي اي حاجه تختص التسويق بالبزنس. مزبوط. ميرا نحن بعصر العولمه، يعني اكيد في الزين وفي الشين، في الجيد وفي السيء، ولكن بالسوشيال ميديا او بالاعلام الرقمي نحن ممكن اذا اصحاب المهنه كاعلام ممكن انه يكون شويه عقله منور ويعرف يميز الصح والخطا، بينما الجمهور المتلقي نحن عندنا جمهور مستهدف بفئات عمريه مختلفه، معناته بيتعرض لكم هائل من المعلومات، اوكي احيانا قد تمس العادات والتقاليد، احيانا قد تخدش القيم الانسانيه، احيانا قد نلاقي ظواهر طلعت بالسوشيال ميديا، كل يومين بنسمع ظاهره مختلفه طالعه، كل يوم بنسمع خبر غريب عجيب بنقول يا الله شو صاير بهالدنيا. للاسف وصلنا لمرحله انه نبتعد شويه عن السوشيال ميديا، قبل كنا فرحانين بالتواصل الاجتماعي، للاسف اليوم تحول لتباعد اجتماعي، كل واحد مشغول بعالمه الافتراضي بما تفضلتي بالعالم الافتراضي، صحيح كلامك، بس انا بدي احكيكي من ناحيه اعلاميه، هل الاعلام الرقمي يعني اخذ بعين الاعتبار احترام اخلاقيات العمل الصحفي والاعلامي مثل المؤسسات التقليديه ولا لا؟ اعطيني رايك. بصراحه هو مش كل اللي موجودين في وسائل التواصل الاجتماعي هم اعلاميين مهنيين، فدي بتظل نقطة بتخليك برضو تأكد انه لا في ناس موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي هي مهنية فعلا، فعندهم البيزكس الأكاديمي بتاع المهنة، وعندهم هم مثقفين بالقدر الكافي اللي هم يعرفوا ان هم لما يعرضوا محتوى يعرضوه صح، ويعرفوا ان المحتوى اللي هم هيقولوه ده هيكون هو بيؤخذ عليهم، فهو عارف نفسه انا مين فلازم اعرف ايه. ولكن في فئة تانية من البشر هم مش مهنيين وهم بيعرضوا اي حاجه وخلاص بهدف ان هم ياخدوا مشاهدات او بهدف ان هم يعملوا حجم من الفولورز، فانت لازم لما تيجي تتابع او لما تيجي تدخل على خبر او على فيديو او على حاجه تشوف مين اللي بيطلع ده.
فالاول انت لو بتشوف الشخص ده هو حد موثوق فيه وحد مهني ومتعارف عليه، فانت بتبقى متاكد ان اللي هو بيعمله فيه اخلاقيات للمهنه. لكن لو هو حد متلقي عادي او حد مش مهني، اكيد هيبقى فيه نسبه طبعا للخطا، لكن مش هنقدر نعمم. يعني ما اقدرش اقول لك بشكل عام ما فيش، وما اقدرش اقول لك لا في كله، لا مش كله تحت الرقابه زي الاعلام التقليدي، مش كله بيتراجع عليه وايه اللي يتنشر وايه اللي ما يتنشرش. لكن في ناس فعلا بتنشر حاجات بتبقى حقيقيه وبتبقى ليها سوق لها، وبيبقى هم الناس دي بيحرصوا هم بينشروا ايه، وفي ناس لا. ميرا، يمكن الاعلام سواء كان تقليدي او حديث بيواجه كثير تحديات أكيد. نسبه للاشياء اللي عم بتصير، الفئات العمريه اللي هي شاركت حتى بصناعه المحتوى الاعلامي، صح. بينما كان فيما قبل كان خبراء يصنعوها، ويمكن ما زالت مع الايام نفسها هي، ومع الايام القادمه كمان رح يصير في اشياء يمكن اغرب من اللي عم بتصير حاليا. شكرا لك ميرا، شكرا لك وتشرفت بوجودي معك لطيفة وفعلا مداخلات رائعه. رح نروح بريك بعدها راجعين. مرسي حبيبتي، شكرا.